اكتب معايا الكلام اللي انا بقوله ده عشان مش مكتوب. اكتب جنب رسمه كده او تحتها في الهامش تحت الصفحه، الصفحه اللي فيها رسمه بتاع الكريت سايكل، اكتب في الهامش كده خط صغير كده نوتس. ادي الرسمه صفحه الرسمه بتاعت الكيرف سايكل اللي اول حاجه ستيبس ما بين قوسين كده الكي انزيمز. اتفقنا ان احنا عشان بعد كده نعمل ريبريشن لاي حاجه خلاص كده لازم نطلع حاجه اسمها ايه الريفيزبل ستيبس اللي هي بيشتغل عليها الكي انزيم. واحنا اخذنا في الجلايكوليسيس ثلاثه صح كده؟ خطا بتاعت الجلوكوكاينيز والهيستوكاينيز والفوسفوكاراتوكاينيز واحد والبايوبيكاينيز. وخدنا في خطوه البايوبيد دي هيدروجينيز قلنا الكومبلكس كله هو ايه الريفيرسال كله على بعض يبقى البايوبيد دي هيدروجينيز كومبلكس. طب هنا ايه الخطوات بقى الريفيرسال او ايه هم الكي انزيمز؟ قولوا ثلاثه برضه زي الجلايكوليسيس. يبقى الجلايكوليسيس ثلاثه والكريبس سايكل ثلاثه والثلاثه دول سهلين قوي. ليه؟ هو اهم حاجه في الكريبس سايكل دي هو اتسمى باسمها اتسميها سيتريك اسيد سايكل. يبقى اهم حاجه ايه؟ خلاص يبقى الانزيم بتاعه ده كي انزيم. يبقى اول حاجه اهو اول خطوه سيتريت سينثيز ما تتنسيش بقى ده هو سيتريت اهم حاجه في الكريبس اصلا اسمها سيتريك اسيد سايكل او ترايكربوكسيليك اسيد سايكل. يبقى اهم كي انزيم اهو كي انزيم اسمه سيتريت سينثيز. طب ومين كمان؟ اقول له طب اخوه ده اللي هو اسمه ايه؟ ايزوستريت. هيزعل كده الستريت والايزوستريت فمعذب بعض على طول. مين اللي بيشتغل على الايزوستريت؟ اقول له ايزوستريت دي هيدروجينيز. يبقى ده كمان يبقى تاني كي انزيم ايزوستريت دي هيدروجينيز اللي هم قال خطوات يعني اللي هي الخطوه دي اللي شلت فيها النات يبقى دي ايرفيرسبل والخطوه دي اللي شلت فيها السي او 2 لان الخطوتين دول بيتعملوا بالايزوستريت دي هيدروجينيز. قالوا طب مين كمان؟ مين التالت؟ هو مش احنا خدنا البايوفيت دي هيدروجينيز كومبلكس ده ايرفيرسبل. مين اخوه هنا؟ اخوه هنا مين؟ اللي انا عنده ده دي خطوه البايوفيت دي خطوه مين؟ اسمه ايه اهي؟ اللي هي اسمها ايه دي؟ ها؟ اللي هو اسمه الفا كيتو جلوتاريت. ما تكتبش لو سته يبقى ده كمان ايرفيرسبل. الفا كيتو جلوتاريت الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. يبقى لما اقول لك مين الكي انزيمز اوف الكريبت سايكل تقول لي بيشتغل على السيتريت واللي بيشتغل على ابن عمه واللي بيشتغل على اللي زي البيوبين ما ينسوش اللي بيشتغل على السيتريت سيتريت سينثيز واللي بيشتغل على ابن عمه الايزو سيتريت دي هيدروجين واللي بيشتغل على خطوه زي خطوه البيوبين بالظبط اللي هو مين؟ الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجين. يبقى اقول لك فين الريفيرسبل ستيبس تقول لي ادي اول واحده الخطوه دي عدي الاثنين بتوع الميه دول ريفيرسبل تقوم عامل السهم كده وبعد كده الخطوتين بتوع الايزو سيتريت دي هيدروجينيز والخطوه بتاعت الالفا كيتو جلوتاريت وبعد كده كل الخطوات اللي جايه بس. طيب يبقى دي اول نوت اكتبها وهنشرح دلوقتي كلام عليها. النوت الثانيه الاولي انزيم اكتب زي ما اكتب كده ان الكريبس يوزنج فاد. دي كتير قوي السؤال ده في الام سي كيو. الاولي انزيم ان الكريبس سايكل يوزنج فاد. انا ما استخدمتش الفاد الا مره واحده بس في الكريبس وفي المنهج كله ما استخدمش الا مره واحده دلوقتي اللي هو ايه والشاطل ها مين؟ اقول له ساكسينيت لما تحول لفيومايت بانزيم اسمه ايه؟ ساكسينيت دي هيدروجينيز. يبقى اكتب كده يبقى الاول لي انزيم اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز ساكسينيت دي هيدروجينيز ساكسينيت دي هيدروجينيز. النوت الثالث الاولي انزيم ان الكريبس بروديوسنج اي تي بي. الانزيم الوحيد اللي احنا خدناه في الكريبس بيطلع قدامك كده على طول اي تي بي على قدامك تكتبها كده مين هو؟ اقول له والله احنا سمينا خطوه باسمه خطوه الاي تي بي اهو والانزيم اسمه ايه؟ اقول له اسمه ثايوكاينيز ثايوكاينيز. يبقى الانزيم الوحيد في الكريبس اللي بيطلع دي اسمه اللي بيطلع اي تي بي اسمه ثايوكاينيز ثايوكاينيز. يبقى انا عاوز اطلع ثلاث حاجات مهمين قوي مين هم الانفيزبل ستيبس عشان هنستخدمهم دلوقتي في ريجوليشن ومين هم الكي انزيمز سيتريت سينثيز وبعد كده ايزو سيتريت دي هيدروجينيز الفا كيتو جلوتاريت هيدروجينيز. لما نيجي ننظم هنشتغل على الثلاثه دول مش مهم الباقي.
طب مين الانزيم الوحيد اللي بيستخدم الفاد؟ اقول له بتاع السبسيدين ده، السبسيدين ده هيدروجينيز. مين الانزيم الوحيد اللي بيطلع اي تي بي؟ اقول له اهو بتاع ايه؟ السايتوكينيز. ماشي كده؟ طيب نيجي بعد كده زي ما احنا متفقين نحسب حاجه اسمها الانرجي برودكشن. يلا الرسمه قدامنا اهو، وعاوزين نحسب الانرجي برودكشن اوف الكريبس سايكل. وزي ما حسبنا في الجلايكولوسيس بالظبط هنحسب هنا. يلا الانرجي برودكشن بنحسبها ازاي؟ لوس جين توتال. يبقى انا عارف الاول في لوس، نحسب نشوف اللوس كام، وبعد كده الجين نشوف الجين كام، وبعد كده نحسب التوتال في الاخر او النت المحصله بتاعتنا كام. يلا قولي احنا دلوقتي دخل عندنا في الكريبس سايكل ده كام اسيتايل كوين؟ استخدمنا كام اسيتايل كوين؟ واحد اهو، مفيش غيره، كلامنا غيره؟ يبقى احنا دخل عندنا الكريبس دلوقتي اسيتايل كوين. كويس، محدش شفت حاجه، احنا دخل عندنا اسيتايل كوين. الاسيتايل كوين ده لما لف في الكريبس سايكل لغايه ما وصلنا للاوكسال اسيتيل اللي احنا بادئين بيه، طلع عندنا اول حاجه هل استهلكنا طاقه؟ امشي كده مع الخطوات. الخطوه دي طاقه استهلكناها؟ اي خطوه دخلنا اي تي بي احنا؟ لا، يبقى هنا اللوس بزيرو، مفيش اي حاجه خالص، مفيش حاجه استهلكنا فيها طاقه. احنا الاسيتايل كوين لما دخل ما استهلكناش طاقه لغايه ما خلصنا. طيب تعال نشوف الجين. الجين انا هحسبه لكل الاسيتايل كوين اهو، شوف كل الاسيتايل كوين دخل الجين سايكل، يعني لو لفت لفه كده هيطلع جين قد ايه؟ تعال نحسب مع بعض. اول حاجه هنا طلعنا كواش مش هنستفيد بيه، طلعنا ميه ملهاش لازمه، طلعنا ايه؟ اقول له نادي اتش بلس اتش، عيد على صبعك بقى كده، ادي اقول نادي اتش بلس اتش، ادي واحد. وبعدين سي او 2 مش مهم، ها؟ كمان نادي اتش بلس اتش، ادي الثاني. طيب كمل، طلعنا ايه؟ اي تي بي، كويس. وبعدين فاد اتش 2، كويس خالص. وبعدين في الاخر خالص نادي اتش بلس اتش كمان، فانا هكتب كده. الجيم بتاعي 3 ناد اتش بلس اتش. دي اول حاجه. ثلاثة نادي اتش بلس اتش، فين الثلاثة؟ عندهم تاني اهو، واحد مع الايزوسيتريت دي هيدروجينيز، وبعدين واحد مع الالفا كيتو جلوتات دي هيدروجينيز بتاعت البيوفيت، وبعدين واحد مع الايه؟ مع الماليت دي هيدروجينيز في الاخر خالص. طيب طلعنا ايه تاني؟ اقول طلعنا فاد اتش 2 مع الساكسينيت دي هيدروجينيز، يبقى عندي واحد فاد اتش 2. طيب وعندي ايه كمان؟ وعندي واحد اي تي بي بقى طالع جاهز، اللي هي في خطوه الثايو ايه؟ خطوه الثايو كينيز. يبقى لما بقول لك الكريبس طلعت ايه؟ تقول لي طلعت ثلاثه ناد اتش بلس اتش، واحد فاد اتش 2 وواحد اي تي بي. احسب ثلاثه في ثلاثه يساوي كام؟ تسعه. وبعد كده واحد في اثنين لانها بتتحسب باثنين يساوي اثنين، وبعد كده واحد في واحد يساوي واحد، التوتال كام؟ اقول له 12 اي تي بي لكل اسيتايل كوين. يبقى الكريبس سايكل، الكريبس سايكل بتطلع لكل اسيتايل كوين، عمال اقول لكل اسيتايل كوين عشان مهم قوي، هقول لك ايه دلوقتي. لكل اسيتايل كوين بيدخل الكريبس يطلع 12 اي تي بي، كل اسيتايل كوين يدخل الكريبس 12. منين ال 12 دول؟ اقول له والله ال 12 دول 3 في 3 ب 9 الناد، وبعد كده واحد فات ب 2، وبعد كده اي تي بي طالع قدامي بواحد، يبقى التوتال كام؟ اقول له التوتال 12 اي تي بي. حد عنده مشكله؟ طب مين شاطر يقول لي؟ ينفع هنحسب بقى هنا، ممكن نحسب 3 في 2 بدل 3 ولا ما ينفعش؟ فرقاء صح، ما ينفعش نقول ان هنا في شطر. ليه؟ اقول له عشان هي دي حاصله فين اصلا؟ جوه الميتوكوند، يعني النات اتش بلس اتش دي طلعت اوريدي فين خلاص؟ جوه الميت، مش طلعت في السيتوبلازم، فلما تدخل ممكن تخش نات او تخش فات. لا، يبقى هنا النات اتش بلس اتش لازم تتحسب بكام؟ ها؟ لازم تتحسب بالعدد دي. لما يجي يقول لك طب ممكن نحسبها باثنين، ما تجيش بقى عشان انت عارف المعلومه تقول له اه لو كان الجليس في ست شاطر. غلط، ده الشاطر دي لما اخش جوه. ايه؟ بص معايا سؤال اهو، بيقول الثايول بوند دي اللي كونت، مش محتاج عشان تتكون اي خطوه هنعرف بعد كده، اي سي او 2 بيطلع من اي مركب خلاص كده بيخلي المركب ده الطاقه بتاعته تعلى، يعني لما تيجي تعمل اي خطوه بعد كده تشيل سي او 2 من اي حاجه اللي طالع بعدها فيه ايه؟ فيه طاقه. الطاقه دي اتخزنت في مين؟ ها؟ في ايه؟ زي البيروبيت بالظبط، مش احنا البيروبيت اهو اول ما شلنا منه السي او 2 اتكون حاجه اسمها ايه؟ اسيتايل كوي مليان طاقه. يبقى انا هعرف بعد كده اي خطوه هشيل فيها سي او 2 المركب اللي بعديه طاقته بتعلى، يبقى طاقته جت من القصه دي. ماشي؟ كسرت انا بقى البندق قبل كده وطلعت ايدي.
يبقى انا لما اجي اقول اسيتايل كو اي لكل كريبس سايكل الاسيتايل كو اي بيدي كام؟ اقول له بيدي 12. طيب سيبك من الحسبه دي بقى لانها حسبه سهله قوي ومش هي دي اللي هتتسال فيها. واحسب بقى معايا الحسبه اللي انا هقولها دي وهتقسمها زي ما انا هقسمها كده. انرجي اكتب بقى معايا كده صفحه فاضيه. انرجي برودكشن اوف كومبليت اوكسيديشن اوف الجلوكوز. مش عاوز بقى صوت خالص. انرجي برودكشن اوف كومبليت اوكسيديشن اوف الجلوكوز. وحط تحت كلمه كومبليت دي 100 خط كده. كومبليت اوكسيديشن اوف الجلوكوز. احنا دلوقتي خلصنا خلاص كسرنا الجلوكوز وخلصناه. تعالى كده نفتكر احنا عملنا ايه. اول حاجه الجلوكوز اكتب بقى معايا زي ما بكتب كده. دخل في حاجه اسمها جلايكوليسيس. كلام سهل ما فيهوش اي حاجه احنا بنجمع بس. الجلوكوز دخل في حاجه اسمها جلايكوليسيس صح. طلع منه ايه؟ او طلع منه 2 بايوفيت. ركز بقى في الارقام واللي عنده مشكله يقول لي. طلع 2 بايوفيت الجلوكوز ده 6 كربون البايوفيت ده 3 فلما خلصنا الجلوكوز بقى فيه 2 بايوفيت في الجلايكوليسيس. طب وبعدين حصل ايه؟ حصل خطوه خدنا كل بايوفيت عملنا له حاجه اسمها اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن. اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن لكل بايوفيت لما عملنا له الخطوه دي كل واحد منهم اتحول لاسيتايل كو اي. كل بايوفيت بيتحول لاسيتايل كو اي. وانا عندي كام بايوفيت طالع من الجلوكوز من كل جلوكوز 2 يبقى هيطلع عندي كام استايل كويه اقول له هيطلع عندي 2. طيب الخطوه دي احنا بنعملها كل بايوفيت واحنا بنحوله الاسيتايل كو اي على السهم هنا حولنا الناد لناد اتش بلس اتش الحصه اللي فاتت. واحنا بنشتغل بنحول البايوفيت اسيتايل كو اي حولنا الناد لناد اتش بلس اتش. يعني انا لما هحول 2 بايوفيت ل 2 اسيتايل كو اي يبقى هيبقى عندي 2 نات هيتحولوا ل 2 نات اتش بلس اتش واحده كل بايوفيت. حد عنده اقتراح؟ ماشي الموضوع؟ طيب وبعدين اخدنا ايه بقى؟ ان كل اسيتايل كو اي هيخش الكريبس سايكل لغايه ما يدي الاوكزالو اسيت في الاخر. انا لو عندي 2 اسيتايل كو اي يعني هيطلع عندي في الاخر 2 اوكزالو اسيتيل ويبقى عندي بالبلدي كده 2 كريبس سايكل. ويبقى انا كده خلصت على الجلوكوز خلاص. كده الجلوكوز انتهى بالنسبه لي. يبقى انا عملت كومبليت اوكسيديشن اوف الجلوكوز. عاوزك بقى تاخد لي الجلوكوز الواحد ده وتعمل له كومبليت اوكسيديشن وتقول لي التوتال انرجي اللي طلعت منه قد ايه؟ يلا نحسب. هو احنا حسبنا الجلايكوليسيس بكام؟ لما الجلايكوليسيس اتحولت الجلوكوز لبايوفيت، 2 بايوفيت حسبناهم بكام؟ والله دول حسبناهم ب6 او ب8. قلنا والله الجلايكوليسيس دي لو استخدمنا المريض شاطل تبقى 8 اي تي بي، لو الجلسوا في سويت شاطل يبقى 6 اي تي بي، صح كده؟ طيب لما طلع من الجلايكوليسيس 2 بايوفيت والاثنين هيتحولوا لاثنين اسيتايل كو اي، الخطوه دي احنا ما قلناش الطاقه بتاعتها، بس فيها طاقه ولا لا؟ فيها طاقه، ليه فيها طاقه؟ اقول له عشان كل بايوفيت بيدي نادر شراسه اتش يبقى الاثنين هيدوا 2. الاثنين دول احسبهم ب2 ولا ب3 كل واحده؟ لازم ب3. ليه لازم ب3؟ اقول له عشان من الاول هنا احنا في الميتوكوندريا خلاص مالكش بقى ايه اختيار لازم يبقى ب3. يعني طلع كام؟ اقول له طلع 6 اي تي بي. يبقى لما حولت 2 بايوفيت ل2 اسيتايل كو اي طلع 6 اي تي بي، صح ولا ايه؟ معايا؟ طيب كل اسيتايل كو اي النهارده كل اسيتايل كو اي الواحد لما بيخش الكريبس سايكل الواحد بس بيطلع كام؟ حسبناهم 12 3 3 اتش بلس اتش 1 2 اتش 2 1 اتش يطلع 12. اما دخل 2 والف الكريبس سايكل مرتين يطلع كام؟ 24. يبقى الخطوه دي 12 في 2 يساوي كام؟ 24. جمع بقى كل ده. هو كل ده طلع في الخليه؟ اقول له والله لو حسبتها ب 8 خلاص كده يبقى كام؟ يبقى ال 8 دول 6 و 24 كده 30 ومعاهم 8 يبقى 32. طب لو حسبتها ب 6 يبقى كام؟ 36. يبقى التوتال لا اما 38 لا اما 36 اي تي بي. الرقم ده
تنسى اسمك وتحفظه. ما بقعدش بقول بعد كده ايه اقول لك الجلوكوز بيطلع كام؟ تقول لي 38 اي تي بي او 36 اي تي بي. خلصت خلاص. يبقى ده الرقم ده مهم جدا 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 جدا. وبعد كده انا بقول لك بقى هات ال 38 دول منين؟ تقول لي جلايكوزيد 6 او 8. طلعت منهم اثنين بايروفين كل واحد فيهم بيدي نزل شو وصلتش، يبقى الاثنين لما يتحولوا استايلكو ايه هيدوا كام؟ هيدوا 6. وبعد كده كل استايلكو ايه في الكريبس سايكل بيدي 12. الجلوكوز بيطلع 2 يبقى 24 و6 و8 يبقى 38 او 6 و6 يبقى كام؟ 36. طيب هتكتب نفس السؤال ده حته صغيره كده وتعمل ايه؟ انرجي برودكشن اوف انكومبليت. هتبدل كلمه واحده بس energy production of incomplete oxidation of glucose. ده اسمه complete oxidation of glucose. خلصنا. اما انا بدلتها بكلمة incomplete. هما يقصدوا ايه بالincomplete دي؟ هقول له يقصدوا بيها الانيروبيك. يقصدوا بالincomplete ايه؟ anaerobic condition. امتى الجلوكوز ما يتحرقش كله؟ امتى ما خلصش عليه؟ اقول له والله لو ما فيش ميتوكوندريا او ما فيش اكسجين. طيب بص على الرسمه دي كده. هو انا لو ما عنديش ميتوكوندريا او ما عنديش اكسجين هل هنقول فين؟ هل في كل ده كده مش معايا صح كده؟ كل الحدوته دي مش معايا. انا كل اللي هعمله ان انا هخلي الجلوكوز بايروفيت وبعدين البايروفيت يبقى لاكتيك ايه؟ اسيد. يبقى انا تحت الانكومبليت هقول له والله ده الجلوكوز بقى لاكتيت بس. طب بقى كام لاكتيت؟ 2. ما هو زي البيروفيت بقى 2 هيطلع منه 2 لاكتيت. يبقى انا في الانكومبليت دي معناها الانيروبيك. بتحصل امتى؟ مفيش اكسجين او مفيش ميتوكوندريا. خلاص كده؟ طب ما كده الجلوكوز الواحد هيتحول ل 2 لاكتيت. بيطلع بقى كام؟ اقول واحنا حسبناها واحنا بنحسب الانيروبيك جلايكوليسيس قلنا بتطلع كام؟ 2 اي تي بي. شوف الفرق بقى؟ تخيل الفرق ده. يبقى انا في الانكومبليت هما الاثنين اللي ضربوا الجلايكوليسيس. لما انا ايه قلت ان انا لقيت ان ده ما صحيتش طلع عندي نص باثنين وعندي جيم باربعه اللي هم الاي تي بي يبقى التوتال بتاعي 2. خلاص هم دول اللي ضربوا مش حاجه تاني. وبعد كده اللاكتيت ده بقى هينزل في الدم ويلف لفه ثانيه بقى انا عارفها بس في الاخر الطاقه اللي طلعت 2 اي تي بي. اما الطاقه اللي طلعت بالكومبليت بقى عشان الميتوكوندريا والاكسجين والهنا ده طلع كام؟ اقول له طلع 36 او 38. طيب يبقى ده الانرجي برودكشن بتاع الميجور اوكسيديتف باسوي اللي احنا خدناه. نيجي بعد كده على الريجوليشن. عاوز صوت. نيجي بعد كده على الريجوليشن اوف الكريبت سايكل. اول حاجه في الجلسه بتاع الكريبت سايكل دي في عامل مهمه بس او بتتفق مهمه جدا. الجلسه بتاع الكريبت سايكل مهمه. بص بقى الريجوليشن دي احنا عندنا الاصطمه بتاعتنا احنا تسهيل عليها بقى مش هنعمل الاصطمه دي بس هتكتب كده في نص الصفحه الفاضيه اللي انت بتكتب فيه انت بتذاكر بقى حاجه ازاي اي تي بي. اكتب تحت كلمه ريجوليشن اي تي بي وقت امر ده الاي تي بي ده. وقول لي لو انا قلت لك ان الكريبت سايكل دي ملخص الريجوليشن بتاعها كله هي كلمه دي بس اي تي بي. هو الاي تي بي ده اللي بيشتغل على الكريبس مش هو الكتاب مش هو الكتاب والقصه دي كلها بقى. هو ربنا لخص لنا الريجوليشن بتاع الكريبس في الاي تي بي ده ازاي. هو اهم حاجه في الكريبس سايكل ايه؟ بتطلع كام اي تي بي كل جلوكوز؟ الكريبس سايكل بتطلع كل جلوكوز كام اي تي بي؟ 24 مش احنا حسبناهم؟ مش الجلوكوز اللي احنا بنطلع منه اتنين ايه؟ اسيتايل. لما اقول لك الكريبس بتطلع كام طاقه من ال 36 او 33 تقول لي هي لوحدها بتطلع كام؟ 24. ال 24 دول اي تي بي في الاخر صح ولا لا؟ طيب يعني لو الاي تي بي جوه الخليه عالي اصلا ايه شعورك بالنسبه للكريبس سايكل؟ عاوزها ولا مش محتاجها؟ مش محتاجها عشان لو الاي تي بي زاد جوه الخليه الخليه بتتحرق. فلو الاي تي بي زاد الكريبس سايكل وقف. طيب تعال اقول كده لو الاي تي بي قل لو عندنا كريبس ده احنا يبقى يعني يوم الهدى الكريبس سايكل يحصل لها ستيميوليشن كتير قوي قوي قوي. ماشي ده كلام منطقي. الكلام ده بيحصل ازاي بقى؟ يعني ازاي الاي تي بي دي تقل يقوم الجلد سايكل تشتغل كتير قوي وبعدين تزيد تقوم الجلد سايكل تقف. تحصل ازاي؟ اقول له احنا عندنا سطاقه بتقول اي حاجه بتعمل اي حاجه في الريجوليشن لازم تشتغل على حاجه عاملين نحفظ فيها اسمها
الكي انزايمز. وهتروح فين يعني؟ يبقى الاي تي بي ده لو قلت لك اي حاجه بتشتغل على ايه في الاخر؟ ها على الكي انزايمز. فالاي تي بي دول هيزوده او هيقلله ازاي؟ اقول له اعطيه الكي انزايمز. يقول لي بس مش بس، بص بقى الاي تي بي ده بيشتغل بالطريقتين دول. الطريقه الاولانيه انت عارفها اللي هي بتاعت الكي انزايم، بنسميها فاين كنترول. فاين كنترول، فاين كنترول روح اشتغل على الانزايم نفسه. فاين كنترول مين الانزايمز؟ اقول له ثلاثه. اقول له والله الفاين كنترول دي معناها الاي تي بي ده لما يحب يشغل السايكل او يحب يوقف السايكل بيروح يشتغل على دول سيتريت سينسيز، ايزو سيتريت دي هيدروجينيز، الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. فلما اجي اسالك اقول لك ايه الفاين كنترول؟ تقول لي لو الاي تي بي زاد يوقف الكي انزايم، لو الاي تي بي قل ينشط الكي انزايم. خلاص هو ده فاين كنترول. يبقى انا دلوقتي الاي تي بي في الاخر عمل ريجوليشن للكريبتوسايكل عن طريق الانزايمز، دي سميها فاين ايه؟ فاين كنترول. اقول لك طيب هلخبطك كده، الاي تي بي يعمل ايه؟ انا عرفت الاي تي بي خلاص، وانا مش هحفظ غيره على فكره، بس انا عاوز اكتبها دلوقتي. الاي تي بي يعمل ايه؟ قول لي عكس بالظبط كده. لو الاي تي بي زاد معناها مفيش طاقه، معناها ان انا هعمل استيميشن لجوه. لو الاي تي بي قل معناها ان كله بقى اي تي بي، يبقى انا هعمل ايه؟ انهبيشن لجوه. خلاص كده؟ يبقى الاي تي بي او الاي ام بي عكس الاي تي بي لو جالك في الام اس بي. طيب بس في كنترول تاني انا عاوزك تفهمه بقى، اسمه ايه؟ اسمه ريسبيراتوري كنترول. ايه بقى الريسبيراتوري كنترول ده؟ هي دي الحته بس الايه الصعبه اللي في الريجوليشن. ريسبيراتوري كنترول، ركز معايا كده. ادي الكريبس سايكل اهي ربنا كرمها وبتشتغل. دي الكريبس سايكل. خلاص؟ هو الكريبس سايكل دي بامانه ربنا كده زي ما احنا كنا واخدين من شويه. بيطلع منها قدامك كده على السبوره كام دي تيجي. انت شفت بعينك لما رسمت الكريبت سايكل شفت بعينك كام اي تي بي؟ واحد صح. الكريبت سايكل دي ما بيطلعش منها الا واحد اي تي بي بس. لا ضغط ولا احسن ولا 24 ولا 12 ولا كام ده كله. الكريبت سايكل ده انت قدامك بس انت ايه بتاخدنا على قد عقل، انا اقول لك 12 تقول لي اه بتاع كام من. الكريبت سايكل، الكريبت سايكل نفسها اللفه ده اهي ما طلعش انتوا ما رسمتوش بايديكم الا واحد اي تي بي صح؟ امال احنا جبنا الباقي ازاي؟ بس مش اي تي بي؟ يعني هو طلع من الكريبت سايكل اي تي بي ولا طلع منها حاجه اسمها لاد؟ اتش بلس اتش صح؟ ثلاثة وطلع حاجة اسمها فاد اتش 2 بس ما طلعش تي بي صح؟ طيب دول كده بيركبهم عفريت يقوموا يتحولوا لتي بي ولا في حاجة بتحصل؟ اسمها ايه الحاجة دي؟ دول بينزلوا على سلم كده اسمه السلسلة التنفسية صح كده؟ اللي هي الفصفصة التأكسدية عارفين التنفسية ده؟ تنفس ثاني اسمها ايه السلسلة دي؟ اسمها ريسبيراتوري تشين. الناد اتش بلس اتش يقعد يتدحرج كده لغايه ما الهيدروجينتين دول يتاخدوا منه ويتحطوا على اكسجينه ويطلعوا في الاخر اتش 2 او وهو يرجع يبقى اسمه ناد. وانا لما انزع منه الهيدروجين ده يطلع الفاد الكبير ده. هنعرف ليه وامتى وازاي. والفاد اتش 2 بيتدحرج برضه لغايه ما اخد منه الاتش 2 دي احطها على اكسجينه وتبقى اتش 2 او وبعدين في الاخر يتحول لفاد. وبعد كده تطلع منه الطاقه، صح؟ طب ايه راي جنابك لو انا سبت الكريبس سايكل دي تلف مع نفسها وجيت على السلم ده وقفت؟ انا ما قفتش ناحيه الكريبس ولا ناحيه الانزايمز بتاعتها ولا جيت ناحيتهم، هم عمالين يلفوا اهو ويشتغلوا انا سايبهم خالص. وهم بيطلعوا بقى لا اتش بلس اتش بيطلعوا فاد اتش 2 دول بقى بيشتغلوا على سلم كده كهرباء تاني كده بينزل كده يتحرك لغايه ما يسحب الطاقه من النات اتش بلس اتش وفاد اتش 2. جيت انا على السلم ده عطلت، يعني انا عطلت السلم وسبت اللفه دي شغاله. يحصل ايه في الكريبس سايكل؟ انا في طاقه في الخلايا مش هيبقى في طاقه، مش هيبقى في طاقه، بيطلع الناد اتش بلس اتش وايه؟ فاد اتش 2. بس الناد اتش بلس اتش والفاد اتش 2 عمالين يطلعوا دول هيفضلوا يطلعوا فين يعني؟ تقدر تلف فيها خلاص؟ اقول لك لا، الناد اتش بلس اتش والفاد اتش 2 لو كتوا هم اللي يروحوا يوقفوا مين؟ الكريبس سايكل. كده انا لما عملت كنترول، انا لما عملت كنترول عملته على الكريبس نفسها فاين فاين كنترول رحت على الكريبس وقفتها ولا عملته على ريسبيراتوري تشين؟ اسميها ريسبيراتوري كنترول. يبقى انا عاوز افهمك حاجه، ايه بقى؟ الاي تي بي، الاي تي بي ممكن يشتغل على التيست نفسه اللي هو اسمه ايه؟ كريبس سايكل. يروح على اللي له اكتيفيتي يقدر يروح على الانزايمز دي يشتغل عليها.
طب وممكن يشتغل على ايه؟ ممكن يسيب دي خالص ويشتغل على ايه؟ اقول له اشتغل على السلم الكهرباء. انا بكتب بالعربي كده، السلم الكهرباء اشتغل عليه. لو اشتغل على السلم ده يبقى هو عمل كنترول لحاجه ثانيه اسمها ايه؟ ريسك مانجمنت تشين. بس دي لو حصل لها كنترول، لو وقفت هتوقف الجيبس، لو اشتغلت اكتر الجيبس تشتغل، لان هناخد النتج واصل شو النتج. يبقى ما اقول لك الاي تي بي ممكن يشتغل على كام حاجه، تقول لي والله ممكن يشتغل على الجيبس نفسها، دي اسمها تايب كنترول، ويشتغل على الكي انزايم بتاعها، وممكن يشتغل على الريسبيراتوري تشين. وبالتالي لو وقف الريسبيراتوري تشين النت اتش اس اتش والنت اتش 2 اللي بيطلعوا دول مش قادرين يتسحبوا، يوم هم اللي يوقفوا الكليب سايكل. بس هو هيشتغل على مين؟ هيشتغل على الريسبيراتوري تشين. حد عنده مشكله؟ لما اسالك في الاخر اقول لك ايه ملخص الريجوليشن تقول اي تي بي. الاي تي بي بيشتغل على مين؟ اقول له يا اما على الكليب يا اما على الريسبيراتوري تشين. على الكليب اسمه ايه؟ اقول له اسمه فاير كنترول. كم انزايم؟ اقول له ثلاثه. على الريسبيراتوري تشين اسمه ايه؟ اقول له اسمه ريسبيراتوري كنترول. نيجي بقى لسؤال اخر سؤال النهارده، وده سؤال مهم جدا، اسمه ايه بقى؟ importance of the Krebs cycle. importance of the Krebs cycle. يلا مش عاوز صوت، انتوا في الاخر خالص شايفاني؟ ايوه حضرتك قولي لي ايه importance of the glycolysis. Source of energy. Energy and energy كمان. فين؟ في الالبسيز. في السيفير مصر الاكسرسايز. طب بتعمل حاجة كمان في الالبسيز. لا هي بتقول انا كده والله. بتطلع مادة كده مهمة قوي. اثنين تلاتة بصوص الالبسيز. بتقول لي جنبي بقى. فيها دكتور. بقيت تلاتة اللي بتقولين. هذا امبورتنس في الجلايكوليس. طب كربوهيدرات وليبيد وبروتين. كربوهيدرات بيطلع ايه؟ بايروبيتيك اسيتيلكولين. ليبيد انا عاوز اسمعها والله تسمع. ذهب. الذهب ده بيدي بقى الليبيد جلسرول. البروتين ثلاثة فوسفو كسرين يدي أمارو أسر اسمه كسرين. نيجي على الامبورتنس. ايه بقى الامبورتنس اوف الكريبس سايكل؟ قالوا الامبورتنس اوف الكريبس سايكل ثلاث كلمات، ثلاثة بس شوف سهل خالص، مفيش أسهل من كده. يبقى مش تابعة على حاجة ثلاثة، وأول سطر احنا عارفينه إنها إيه؟ ميجور سورس اوف انرجي. هتبدأ 24 ميجور سورس اوف انرجي بتبدا 24. يبقى الكريبس سايكل ليها ميزه وليها عيب. ميزتها انها بتدي طاقه كتير عكس الجلايكوليسيس صح كده؟ بس عيبها انها مش موجوده في كل الخلايا، فاهم قصدي ايه؟ وانها معتمده في وجودها على الاكسجين. اما الجلايكوليسيس ليها عيب انها بتطلع شويه طاقه قليلين صح كده؟ بس ليها ميزه مهمه قوي ايه؟ انها موجوده في كل حته وما بتقفش، يعني في اكسجين مفيش اكسجين هي بتشتغل وتديك طاقه حتى لو كميه الطاقه دي ايه قليله. فده اول حاجه هي ميجور سورس اوف انرجي، طاقه كتير بس مش كل الخلايا. طب الفايده الثانيه اقول له انها فاينل كومون باثواي. يعني ايه الجمله دي؟ لازم تحفظها زي ما بيقولوا كده. فاينل كومون باثواي يعني ايه؟ اقول له يعني الصح، الصح ان الكريب سايكل دي لما تيجي تدرس تدرس شابتر لوحدها، لا تحطها مع الكربوهيدرات ولا مع الليبيد ولا مع البروتين. ليه؟ بص معايا كده، الكريب سايكل اهي بيدخلها ايه؟ اقول له بيدخلها اسيتايل كو ايه؟ دي كريبس بدايتها الاستايل كوي صح؟ طيب احنا جبنا الاستايل كوي دلوقتي منين؟ اقول له احنا جبناه من الجلوكوز. جبنا الاستايل كوي من الجلوكوز. كويس. لما نيجي في شابتر 11 هناخد الكريب سايكل تاني، واقول لك ايه؟ واقول لك الفاتي اسيد لما بيتحرق في جسمنا عشان نطلع منه طاقه في الاخر بيدي استايل كوي بقى. بقول لك كده الاسيتايل كوي اللي طلع من الفاتي اسيد دخل الكريبس سايكل ولف في الكريبس سايكل وطلع 12 اي تي بي، فهمت قصدي؟ طيب وبعدين هاجي في البروتين اقول لك نفس الكلام. اقول لك في البروتين الامينو اسيدز، في امينو اسيد لما تتكسر بيطلع منها استايكوي. واقول لك الاستايكوي بتاع الامينو اسيد اللي طلع ده هيخش الكريبس سايكل ويطلع 12 اي تي بي. فانا عاوز تفهم حاجه مهمه قوي، ان الكريبس سايكل دي في الاخر الاسيتايل كو اي بتاعها بس جاي من الجلوكوز من الكربوهيدرات ولا ينفع من الليبيد وينفع من البروتين؟ فيسموها ايه؟ فاينل، فاينل لانها في الاخر، فاينل اخر خطوه
خلاص كده كومون. كومون ليه بقى؟ لان ممكن تشتغل على الجلوكوز على الكربوهيدرات وعلى الليبيد وعلى البروتين باسوي. يبقى اسمها فاينل كومون باسوي. يبقى دي مش بتاعه الكربوهيدرات دي مش بتاعه الجلوكوز بس، لا ده احنا خدناها في اخر التصوير بتاع الجلوكوز، وهناخدها في اخر التصوير بتاع الفاتي اس، وهناخدها في اخر التصوير بتاع الامينو اس. يبقى اسمها فاينل كومون باسوي. طيب الحاجه الثالثه اقول له ليها حاجه اسمها امفي بوليك رول، وده بيجي سؤال واحد في الامتحان ديسكاس امفي بوليك رول اوف الكريبس سايت. سؤال مشهور قوي يعني من كومون ديسكاس امفي بوليك رول اوف الكريبس سايت. طيب اول حاجه ايه كلمه امفي بوليك؟ امفي بوليك دي معناها بوشين متردد، يعني حاجتين عكس بعض. امفي بوليك معناها بوشين. طب اقول لك الكريبس سايت دي بوشين بتعمل حاجتين عكس بعض خالص ازاي؟ اقول له تخيل انها لها كاتابوليك رول وبعدين هي نفسها لها انا بوليك رول. قول له انا فاهم حاجه. يبقى انفي بوليك اول حاجه كاتابوليك يعني ايه؟ بيكسر. كاتابوليك انا بقول لك كاتابوليك باسوي يعني الجلايكوليسيس دي كاتابوليك باسوي، الاوكسيد دي كاتابوليك باسوي، حاجه بتكسر الجلوكوز اهي. طب امال انا بوليك رول لما اجي اخد تصوير مثلا اسمه فاتي اسيد سينسز، ازاي جسمنا بيتكون فاتي اسيد؟ ده ايه؟ انا بقول دي حاجه انا بقول. لما اجي اخد تصوير اسمه جلوكونيوجينيسيس، ازاي اخلق جلوكوز؟ ده ايه؟ ده انا بقول. يقول لك كيف سايكل الاثنين، كيف سايكل بتشتغل كاتابوليك بتكسر وتبني. قول له لا هي بتكسر بس، احنا خدناها تبني خالص، احنا خدنا ده قلنا انها بتحول الاسيتايلين او ايه في الاخر بيسيبوا 2 اتش 2. يبقى احنا قلنا عرفنا الكاتابوليك رول، احنا عارفينه، عارفين ايه كان باجي اقول لك ايه الكاتابوليك رول بتاعها؟ تقول لي اصل كل اللي جاي من الجلوكوز بيتكسر، تطلع منه ثاني اكسيد الكربون ميه. طيب امال بقى ايه الانابوليك رول؟ هو بيسالك سؤال عشان كده الانابوليك رول، بس بيقول لك ايه؟ قول لي الانفيبوليك رول. يبقى انفيبوليك رول اقول له ان الكريبس هاز انابوليك وكاتابوليك. كاتابوليك اللي احنا عارفينه وعاملين نشرح فيه بيطلع طاقه والكلام ده كله، اللي هو تكسير الاسبار كويس هيسيب الكربون ميه. امال الانابوليك؟ اقول له تخيل بقى ده بتشتغل في البروتين، بيساعدنا ان احنا نبني بروتين، نبني نكون بروتينات في جسمنا، وتساعدنا ان احنا نبني ليبيد، وتساعدنا ان احنا نبني جلوكوز. يبقى هي كانابوليك بقى، كانابوليك بتدخل في تكوين البروتين وتكوين الليبيد وتكوين الجلوكوز. ازاي الكلام ده؟ بص بقى معايا. يبقى هي ليها انابوليك رول، والانابوليك رول ده في الثلاث شباتر المهمين. طيب هناخدهم بقى. اول حاجه الرول بتاع الكريبس سايكل في شابتر البروتين. اول حاجه ايه علاقه بقى الكريبس، ايه علاقه الكريبس سايكل في شابتر البروتين؟ بص معايا كده. الكريبس سايكل دي طلعت حاجه اسمها الفا كيتو جلوتاريت. والله طلعت صح، طب احنا شغالين كده في ماده اسمها الفا كيتو جلوتاريت. ولو كملنا شويه في ماده اسمها اوكسالو اسيتيت. صح؟ وكان قبل الكريبس دي بشويه حاجه اسمها بايوفيت. طيب خلينا على البايوفيت السهل الجربان ده. البايوفيت عامل كده سي او اتش سي دبل بوند او سي اتش سي. صبوها حفظتها. لو قلت لك كلمه يوميه هتكتب لو لا. يبقى ده ايه؟ ده البيروفيت. بص معايا كده. لو انا جيت على البيروفيت ده رحت جاي شايل المنطقه دي كده شايل السي سي ده البوبو دي شلتها وكتبت البيروفيت كده من جنب سي او اتش ما حدش يشوف حاجه هنا فاضي وبعد كده سي اتش سي وبدلت السي ده بالبوندو دي ايه بقى؟ بدل ما السي مثلا البوندو او خليتها كده سي برضو وفي ناحيه اتش وفي ناحيه ان اتش يبقى انا بديت الكربونه بدل ما الكربونه دي ماسكه دبل بوند او خليتها ماسكه اتش وان اتش بي. ده اسمه بايوفيت صح؟ بنسميه اسم الدلع بتاعه كي 2 اسيد. ماشي معاك ولا صعبه؟ ها؟ ينفع اقول على بايوفيت كيتو اسيد؟ هو اسيد وكيتو صح كده؟ يبقى بيسموها ايه؟ كيتو اسيد. يبقى اي حمض هتلاقي فيه سي دبل بوند او يبقى اسمه كيتو اسيد. طيب جميل. يعني الاوكسالو اسيتيت ده في سي دبل بوند او لما تحفظه هتلاقي في سي دبل بوند او عامل كده سي او او اتش
سي دبل بوند او سي اتش 2 سي او اتش يعني دي سي دبل اي ده كيتو اسيد. طب هو الاطفال كيتو كنت لقيت كيتو اسيد اه كيتو اسيد يعني دي سي دبل بوند او. طيب الماده اسمه ايه؟ اقول له اسيد برضه بس مفهوش كيتو في ايه؟ بنسميه امينو اسيد ده اسمه كده امينو اسيد. ايه ده يعني الكيتو اسيد ينفع يتحول لامينو اسيد؟ اه عارفين دي اسمها ايه؟ صوته غلطان اسمها ترانس امينيشن والانزيم اسمه ترانس امينيز. وانا قلت لك في الفيت بتاع البيوفيت ان هو بيتحول لالانين ما هو ده الالانين اللي قدامك اهو اسمه امينو اسيد اسمه الانين والانزيم اسمه ترانس امينيز والخطوه دي اسمها ترانس امينيشن. يبقى انا ممكن احول الكيتو اسيد لامينو اسيد بحاجه اسمها الترانس امينيشن والانزيم اسمه ترانس امينيز. ودي صفحتين ثلاثه كده في البروتين هناخدهم بالتفصيل ده دول كلمتين بس كده يعني في سؤال في التفصيل كده في البروتين اسمه ترانس امينيشن. ما علينا المهم انا لو عملت ترانس امينيشن بترانس امينيز حولت البيوبيت ايه؟ لامينو اسيد صح كده؟ على فكره نفس الحركه دي انا مش عاوز معادلات بقى معادلات البروتين نفس الحركه دي هنعملها في الاوبزرفر ستيت دوت. ايه هي بالظبط؟ عارف الاوبزرفر ستيت لو انا بدلت السي او ده هي بي سي اتش ان اتش 2 بقى اسمه ايه؟ قال لي بقى اسمه امينو اسيد اسمه اسبارتيت اللي هو اسبارتيك اسيد. امينو اسيد اسمه اسبارتيت. على نفس الحركه دي ممكن تتعمل في الفا كيتو جلوتاميت اشيل السي دبل بوند بتاعتها واحط سي اتش ان اتش 2 الالفا كيتو جلوتاميت يبقى اسمه ايه؟ جلوتاميت اللي هو الجلوتاميك اسيد. عايز الامينو اسيد دي لو مسكت في بعضها تعمل بروتين صح كده؟ يبقى لما اجي اقول لي هو ايه علاقه الكريبس سايكل ايه علاقه الكريبس سايكل بالبروتين؟ اقول له الانترميديتس اللي جوه الكريبس ما هو لو ما كانش فيه كريبس سايكل جسمي ما كانش شاف المركب ده ما كانش عارف ولا كان شاف المركب ده لان المركبات دي طلعت نتيجة وجود الكريب سايكل نتيجة الاسبارك كده اهو لف لفه كده هو بيلفها اسمها كريب سايكل. طلع مادة اسمها الفا كيتو جلوتاميت وطلع مادة تانية اسمها اوزيرا ستيل. تقول لي يا دكتور بس خلي بالك انا لو خدت الالفا كيتو جلوتاميت ده حولته لجلوتاميت مش هيكمل الكريبس؟ اقول لك اه. يعني الطاقة مش هتطلع؟ اقول لك اه. لان احنا دلوقتي بنستخدم الكريبس في حاجة اسمها ايه؟ انابوليك رول. احنا دلوقتي بنبني لا عاوزين طاقة ولا عاوزين حاجة. احنا الطاقة عندنا وكل حاجة عندنا واحنا بنستخدم الكريبس استخدام تاني مش استخدام الطاقه. فما تزعلش قوي ان الكريبس وقفت عشان انت خدت الالفا كيتو جلوتاميت حولته لامينو اسيد ده استخدام تاني ليه. يبقى اما اجي اقول لك ايه علاقه الكريبس سايكل بالبروتين تقول لي خطوه مهمه جدا بتحصل اسمها ترانس امينيشن بانزيم اسمه ترانس امينيز يحول الالفا كيتو جلوتاميت تقول امثله يحول الالفا كيتو جلوتاميت لجلوتاميت ويحول الاوزارو اسيتيت لاسبارتيت ويحول البيوفيت لحاجه اسمها الانين ودول كلهم بيدخلوا في تكوين ايه؟ في تكوين البروتين. ده علاقه الكريبس سايكل بتخليق البروتين انها بتوفر لي امينو اسيد. طيب تعال ناخد علاقتها بالليبل ازاي ممكن الكريبس دي نستخدمها في تخليق الليبل. كله بقى يرسم معايا رسمه دي رسمه عظيمه كده ادي الميتوكوندريا ادي السيتوبلازم الرسمه اللي هي هي نفسها كده هناخدها حوالي 15 مره السنه دي اول مره فيهم يعني تحطه زي الاسم. بص معايا احنا قلنا الجلوكوز بعد خطوات كثيره كده بيتحول لاسيتوبلازم بعد كده الاسيتوبلازم هو الجلوكوز سايكل بالتفاعل مع حاجه اسمها الاوكسالو اسيتيت يقوم يتحول لماده مهمه قوي اسمها ستريت وستريت تكمل لغايه ما تبقى اوكسالو ستريت. ده خلاصه الكلام. الجلوكوز تتاكد من اسيتيت وايه؟ من اسيتيت بيتحول لستريت مع اوكسالو ستريت ويرجع تاني لاوكسالو ستريت. ماشي كده؟ طيب ايه علاقه بقى الكريبس سايكل دي بشطر الميدل؟ احنا قلنا في البروتين ان انا ممكن اخد انترميديت اسرقها منها ومحولها لامينو اسيد والامينو اسيد دي بعد كده تكون البروتين. يبقى هي لها دور في تخليق البروتين. طب ايه دورها في تخليق الليبل؟ بص معايا احنا في الليبل هنيجي في السيتوبلازم ونقول عندنا تصوير مهم قوي اسمه فاتي اسيد سينسز تا
تخليق الفاتي اسيد. يبقى اول حاجه انت عرفتها في شابتر الليبيد اهو، اول معلومه عرفتها في شابتر الليبيد من دلوقتي، ان الفاتي اسيد سينسز ده بيحصل في السيتوبلازم مش في الميتوكوندريا. يعني تكوين الفاتي اسيد ده بس ايه بيحصل في السيتوبلازم. طيب هو احنا عشان نكون الفاتي اسيد بقى في اول مين فاتي اسيد نكتبه مع بعض كده اللي هو كان بيبقى ايه الفاتي اسيد ده CH3 CH2 كمل كمل لغايه ايه CH. كنا بناخد مثلا لو كان 16 كربون الاسيد باروليتك اسيد، لو كان 18 الاسيد ستيريك اسيد، وفي حاجه بتقول انسر تيوريت فاكرينهم اللي هم حاجه اسمهم اسينشال فاتي اسيد فيهم اكتر من بوم لينوليك ولينوليك واشينوليك. ده كده دي قصه الفاتي اسيد. يعني المهم الفاتي اسيد دي بتتكون فين؟ سيتوبلازم. طيب عارفين عشان اكون فاتي اسيد عاوز ايه؟ عاوز حاجه واحده بس، عاوز حاجه اسمها اسيتايل كولين. مش انا كنت لسه بقول لك دلوقتي حلو الفاتي اسيد لما يكسر يبقى اسيتايل كولين، يبقى الطوب بتاعه اسمه ايه؟ الطوب اللي انا ببني اسمه اسيتايل كولين. عاوز تكسره هيطلع منه اسيتايل كولين، عاوز تبنيه هات الاسيتايل كولين لزقهم في بعض هيبقى فاتي اسيد. يبقى انا عشان اعمل فاتي اسيد اجيب شويه اسيتايل كولين لزقهم في بعض. كويس. يبقى انت عشان تعمل فاتي اسيد سينسز كل اللي مطلوب منك اسيتايل كولين. فاضل يبقى سهل، حد يجيب لي اسيتايل كولين في السيتوبلازم؟ مفيش ولا بصمه ربنا خلقه بيطلع اسيتايل كولين في السيتوبلازم خالص. ما نعرفش وصول لغايه النهارده يحصل في السيتوبلازم بيطلع فيها استاتين. اي حاجه بتطلع سيتوبلازم موجوده في الميتوكوندريا. قول لي طب ماشي، فانت قلت لنا اعمل الاستاتين اهو ممكن يجي من الجلوكوز وممكن يجي من فاتي اسيد وممكن يجي من البروتين، مش عارف كده؟ الثلاثه بيحصلوا في الميتوكوندريا. يعني لو هيجي من البروتين في الميتوكوندريا، لو هيجي من فاتي اسيد في الميتوكوندريا، لو هيجي من الجلوكوز في الميتوكوندريا. يبقى تكتب بالعربي كده مفيش سيتوبلازم بيطلع فيه، مفيش استاتين بيطلع في السيتوبلازم نهائيا. كلمة واحدة، مفيش أستاذ بيوصل بس خالص، كل الأستاذ كوريه اللي ربنا خلقه أول ما بيطلع بيطلع في الميتوكوندريا. تتوقع المشكلة الوحيدة إيه؟ نسرق شوية من دول نطلعهم في السيتوبلازم. هو ده حلها، أنا عاوز أستاذ كوريه في السيتوبلازم وبي أر موجود يبقى لازم أسرقه. أقول لك المشكلة إن الممبرين ده بيعدي يبقى الميتوكوندريا الممبرين امبيرميبل تو أستاذ كوريه. حلها لي بقى. ملهاش حل غير الشاطل، عارفين الشاطل؟ ايه اللي يحصل؟ يقول لك الاستايل كوي ده جاي من اي حته. لازم يدخل الكريبت سايكل الاول. لازم يخش الكريبت سايكل. ويكون حاجه اسمها ايه؟ سيتريك. لو عاوز تسرق بقى ما تنساش استايل كوي لان مش راح تعديه، تسرق مين؟ تسرق السيتريك. يقوم ليه بقى؟ السيتريك ده راجل واصل كده زي الخليط والجسر وشويه، والجسر وشويه. ليه ايه هنا؟ اقول له غير شاطل، معديه تعديه. يقوم السيتريك طالع بره. طيب وبعدين يعني الستريت طلع بقى. اقول لك هو الستريت ده ناتج تكوين ايه اساسا؟ اتكون نتيجه ايه؟ اسيتايل كوي و اوبزالاستين. كسروا زي ما اتكون بالظبط. يقوم طالع منه اسيتايل كوي واوبزالو اسيتيت تاني. بس الانزيم ده مهم جدا بقى لو ربنا حاطه لك في السيتريت اللي بيكسر الستريت لمكوناته اسيتايل كوي واوبزالاستين. اسمه ايه الانزيم ده؟ اسمه اي تي بي لانه بيستهلك اي تي بي. ستريت ايه بقى؟ لايز بيحلل الستريت باستخدام الاي تي بي. ايه بيحط زي اسمك اي تي بي ستريت لايز. طب ماشي وبعدين؟ خد الاستايل كوي ده اعمل منه فاتي اسيد. طب تخيل الدنيا من غير كيبس سايكل، هل كان هيبقى عندنا باس واي اسمه فاتي اسيد تنسل؟ خالص ده استحاله يتعمل. يعني ما كانش هيبقى عندنا ليبت ما بيتكونش ليبت اكسيرا ناكلها وخلاص. يبقى لما اقول لك ايه فايده الكريبس سايكل، ايه فايده الكريبس سايكل في الفاتي اسيد سينثيز او في الليبيد ميتابوليزم؟ تقول لي ده الكريبس سايكل دي هي المسؤوله السيتريت اهو ان اساسا بقى فيه باسوي هنا. ليه؟ تشرح بقى. تقول لي الاسيتايل كو ايه بيتفاعل مع الانزيم اسيتيل يكون السيتريت. اخد السيتريت اطلعه بالترانسبورتر بتاعه بره. السيتريت ده عن طريق اي تي بي سيتريت لايز يتحول لاسيتايل كو تاني واوبزيرف اسيتيل. يقوم الاسيتايل كو دوت استخدمه في فاتي اسيد سينثيز. لو مفيش كريبس سايكل استحاله اعرف اطلع الاستايل كوي ده بره، وبالتالي يبقى البصوي ده مش هي ايه؟ مش هي. يبقى ايه فايده الكريبس في البروتين؟ تاخد انترميديتس الامينو اسيد. ايه فايده الكريبس في الليبت؟ ها؟ هي مسؤوله عن تكوين ها؟ الفادي اسيد سينسز باستخدام استايل كوي يتحول لستريت طلع بره رجع تاني بقى اسمه ايه؟ استايل كوي. طب ايه فايدتها بقى في الكربوهيدرات او في تكوين الجلوكوز؟ هقول له ده بصوي بقى اسمه جلوكونيوجينيسيس.
تخليق الجلوكوز. انا اعرف فايده الكبسه دي في الحصه الجايه ان شاء الله. يبقى الجلوكونيوجينيسيس ده هتتكتب لو جبت سؤال، بس هي حصه لوحدها كلها مره كده. فايده الكبسه وانا بخلق بقى ايه، مش بكسر، بخلق الجلوكوز. الحصه الجايه ان شاء الله.